مساء الخير. معظم النجوم عربيا او عالميا حققوا النجاح من بعد معاناة من اوضاع معيشية كانت صعبة مرقوا فيها بطفولتهم او بشبابهم، جعلتهم يتحدوها ويتفوقوا عليها. ولكن بعض النجوم العالميين كانت ظروفهم اقسى ما بتتصوروا، عاشوا حياة التشرد والضياع والنوم على الطرقات، تغلبوا عليها باصرار وتسلقوا سلم المجد والشهرة والمال. باتوا اليوم من كبار النجوم الذين يمتلكون المال والنفوذ والشهرة ويعيشون حياة مترفة، ولكن من كان يتصور أنهم عاشوا حياة تشرد وضياع وفقر قبل أن يصعدوا سلم المجد؟ العوز عندهم ولد الإبداع فحققوا أحلامهم، منهم الممثل العالمي أنتوني كوين الذي عمل في صغره في الفلاحة وبعد وفاة والده تولى إعالة أسرته وعمل في حقول القطن في ظروف شديدة القسوة، كما عمل كماسح أحذية وسائق تاكسي إلى أن أسند له دور في مسرحية. وبعدما تغيب أحد الممثلين الرئيسيين فجأة أسند الدور لأنتوني كوين وتوالت بعدها الأدوار إلى أن أصبح نجما. وهذه حالة النجمة السمراء باري الحاصلة على جائزة الأوسكار، فلم يكن لديها منزل وعاشت مشردة في الشوارع قبل أن تدخل إلى ملجأ للمشردين. ولأن حلمها كان تحقيق الشهرة والنجومية اتجهت هالي إلى الفن واحترفت التمثيل وحققت نجومية كبيرة في وقت قياسي. أما نجم سلسلة جيمس بوند الفنان دانيال كريك فبات في الحدائق العامة، ولكن بشكل اختياري وليس إجباري بسبب طبيعته الرافضة للمحيط العائلي والباحث عن الحرية، تماما كالنجمة جينيفر لوبيز التي اضطرت أن تعيش فترة داخل الاستوديو الذي تتدرب بداخله على الرقص، حيث كانت تتخذ من أحد المقاعد سريرا للنوم قبل أن تصبح رقما صعبا عالميا في عالم الغناء. أما الإعلامي الشهير ديفيد ليترمان فقد قضى فترة طويلة من شبابه في شاحنة كانت بمثابة منزله، كذلك الأمر بالنسبة إلى النجم الكوميدي جيم كاري. ومن الفنانين الذين اضطروا إلى المبيت في محطات الحافلات الممثل العالمي سيلفستر ستالون، وذلك بسبب إفلاسه وعدم امتلاكه لمنزل قبل أن تطرق الشهرة بابه، وأيضا الممثل مارتن شين الذي كان يبيت ليلا في محطات مترو الأنفاق قبل أن يصبح ممثلا شهيرا. هذا التقرير هو لكل حدا عنده موهبة وعنده أمل بالنجاح حتى لو كان عم بيعاني من ظروف صعبة. منتابع نشرتنا وبالبانوراما الفنية، من بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان إليسا حيته وعبرت عن فخرها فيه. مهرجان كان الدولة اختتم فعالياته فكانت الصعفة الذهبية من نصيب تركيا، ورغم ثروتهم النجمين ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام أجبروا ابنهم على العمل كنادل. كعادتها تعبر إليسا عن آرائها السياسية، وآخرها فخرها بالرئيس ميشيل سليمان بعد انتهاء عهده، حيث نشرت على تويتر صورة له كتب عليها: دخلت كفك قوي وغادرت كفك نظيف، شكرا فخامة الرئيس. كما أبدت إليسا رأيها بعهد الرئيس ميشيل سليمان كاتبة أن خطابه كان مؤثرا وأنها تكن له كل الاحترام والتقدير، وشكرته على وفائه للبنان وقالت: سنشعر بغيابك. The Palm Door goes to Winter Sleep by Luri Bilge Jalam. I want to dedicate the prize to the all young people of Turkey, including the those who lost their lives. Thank you. أصدر الستار أمس عن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 67، وكانت الصحفة الذهبية من نصيب فيلم وينتر سليب للمخرج التركي نوري جيلان الذي حرص على إهداء الجائزة إلى الشباب التركي الذين ضحوا بحياتهم في احتجاجات هذا العام، فأعطى الصحفة الذهبية منحا سياسيا وأشاد بها تزامنا مع احتفال السينما التركية بالذكرى المئوية.
كما أعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم The Wonders للمخرجة الإيطالية أليس رواتشر بجائزة المركز الثاني، أما جائزة أفضل مخرج فكانت من نصيب المخرج الأمريكي بنت ميلر عن فيلمه فوكس كاتشر، بينما فاز الممثل البريطاني تيموثي سبول عن فيلمه مستر تيورنر. كما فازت جوليان مور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Maps to the Stars، كما عرضت مشاهد جميلة للنجمة الإيطالية صوفيا لورين ضيفة المهرجان الدولي. يبدو أن نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام يخشيان أن تؤثر ثروتهما الطائلة على تنشئة أولادهم، فقد عمد ديفيد إلى توظيف ابنه بروكلين البالغ من العمر 15 عاماً نادلاً في مقهى ويست لندن كوفي مقابل 20 دولاراً يومياً، رغم أن ثروته تفوق 250 مليون دولار، وهدفه من توظيف ابنه نادلاً هو تعليمه معنى الجهد لكسب المال. هيدي كانت نشرتنا الفنية لليلة، أنا برجع بلتقي فيكن مسا بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة، من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير.